صباح الخير، حبيت اصبح عليكم واقول لكم صباح جديد، صباح سعيد، صباح الامل والتفاؤل اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع اشراقة شمس يوم جديدة. حبيت اصبح عليكم واقول لكم صباح الفل على اجمل ناس غيرت حياتها وبتغير حياتها ومستمرة في ان هي تغير حياتها. حبيت اقول لكم صباح الفل على كل انسان مرضاش بالوضع اللي هو فيه وابتدى ان هو يغير من نفسه، يغير من نفسه علشان خاطر يعيش حياته بشكل طبيعي. الحياة او معاني الحياة اللي احنا كنا فاهمينها غلط، كنا فاهمين معاني الحياة ان هي مختصرة او اختزلناها خالص في شوية اكل، وبقينا مدمنين اكل، بقى الاكل هو ده الحاجة الوحيدة اللي احنا شايفينها حلوة قوي في الحياة. تزعل تروح تاكل، تفرح تروح تاكل، ماشي في الشارع بتاكل، في اي وقت بتاكل، بقى الاكل ده هو الصديق بتاعك. ولكن الحقيقة بعد التغيير بتكتشف ان في حاجات كتير جدا بتغير لك مودك وبتغير لك حياتك وبتخليك سعيد اكتر. صدقني انا واحد من الناس كان بيجي عليا الصيف ومقدرش اقف في الشمس، ما بقدرش اقف في الشمس. الواحد لما كان بيقف في الشمس يعني لمدة خمس دقايق، هي دقيقة واحدة يعني، بتقف في الشمس تلاقي نفسك عمال تشهر في عرق كده ومش شايف. بص يعني هو مفيش عرق والله، مفيش خالص الحمد لله. فتحس ان انت وكأنك لابس جاكيت سمكه قد كده، قد كده ايه؟ سمكه قد كده، طبعا السمك هيطلع بره الكادر يعني، سمكه قد كده خلاص وماشي بيه ورايح جاي بيه. الجاكيت ده عبارة عن جاكيت من الدهون، يعني حتى مش جاكيت قماش مثلا نقول يعني تخنته كبيرة شوية، لا ده جاكيت من الدهون اللي هو يعني عذاب والله العظيم. احساس مختلف، احساس مختلف، احساسك بالجو اللي حواليك وان انت شوية اقل شوية هوا كده ينعنشوك ويفرفشوك. الاول لو انت قاعد حتى جوه التكييف في عز الحر انت بتبقاش طايق نفسك، وده الضغط العصبي اللي بيبقى عليك، يعني انت بتبقى مضغوط عصبيا، سواء بقى ان الدهون اللي حواليك والتعب اللي حواليك واللي انت بتشوفه يعني، فده بيأثر عليك بشكل كبير جدا. انت مش متخيل ان التخن ممكن يعمل ويأثر عليك نفسيا ازاي. ويعني دي اقل حاجة، يعني اقل حاجة الجاكيت اللي انت لابسه ليل نهار صبح وبالليل طول يعني اوقات السنة، ممكن يكون بيسد معاك شوية في الشتاء فتلاقي نفسك بتلبس قمصان خفيفة، لكن طول فترة الصيف الواحد كان بيتألم والله العظيم، ما كنت بستحمل حتى ان انا اتعرض للشمس ولو حتى للحظة. وده بيعكس ان انت فعلا حياتك بتبقى مختلفة تمام الاختلاف. وطبعا يعني انا بقول لكم نصيحة من اخ، غير من نفسك وصدقني هتلاقي الدنيا فرقت معاك. واحد اتنين تلاتة. ايه ده؟ انفجار؟ انفجار جبلي من شوية يعني. صباح الفل يا حسن. صباح الفل يا حسن. صباح الفل يا ريس. معانا حسن وعم سيد، صباح الفل عليكم جميعا طبعا. صباح الفل. قول لنا يا حسن ايه؟ لا طبعا انت فاشل؟ لا فاشل، اصحابي كلهم فاشلين يا حسن؟ لا طبعا استحاله يا ريس. انت النهارده المفروض قلت لي ايه؟ مالكش دعوه بالدايت صح؟ النهارده لا، بس النهارده انا اكسبش عشان النهارده يعني حسن. حسن بسم الله ما شاء الله، يعني هقول لكم ان هو استاذ في ان هو يلتزم، واستاذ ان هو يعك. حصل صح يا حسن؟ مظبوط، العك عك والالتزام التزام، هو وان واي. قول لنا بقى النظريه بتاعتك يا حسن، يعني نظريه حسن في العك. نظريه ان الدكتور، ان البني ادم دكتور نفسه. انا لما بحس ان انا حته عند التراك اللي ماشي عليه برجع تاني التزم واظبط اكلي لحد ما ارجع للوزن اللي انا كنت ماشي عليه قبل كده اهوت، ولما احس ان انا وصلت الوزن ان انا وصلت له خلاص ووقفت عنده ببتدي بقى اعك تاني بقى واطلع نفسي تاني شويه. بس حسن بس ما عندكش هم، ارحميني انت فظيع وانا عندي والله العظيم. التزام، التزام من حديد تمام، وبعد كده عك من حديد برضه صح؟ هو لازم كل حاجه حقها. لا مش الدرجات الصح يعني. حقه والغلط حقه برضه، بس ده على فكره ده هيأثر عليك بعد كده يا حسن، هتلاقي نفسك بعد كده مش عارف تتحكم في نفسك تاني. لا هو انا لغايه دلوقتي الحمد لله يعني ماشي معايا كويس، انا يعني لما بقول لا هي لا خلاص بفصل، بيبقى هو بيبقى افطاري هو اللي في السن، والغدايا هو اللي طلعت معايا رز، لا في رز اصلا، وساعات كان ما باكلش رز خالص، بيبقى جاست الخضار والفرخه، وما بتعشاش اصلا كمان، او ممكن اتعشى مثلا علبه كوبايه زبادي مثلا خفيفه. زبادي؟ لا ده في الالتزام.
طيب طب طيب ماشي، عايزين بقى ايه مثال للعكه كده، قول لنا كده مثال. لا مثال العكه بقى انا ممكن أيوه. مثلا لا 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 بالكميات بكل التفاصيل. انا الصبح ممكن مثلا يعني. اكل 3 رغيفه فينو مثلا او 4 لا حجم حلو فرنساوي ما فرنساوي كبير ده مش كبير عشان الدراع مثلا يعني مثلا قد نص دراع مثلا يعني اقل يعني واكل فول وطعميه وجبنه وبيض وبعد كده نيجي نتغدى مثلا غدا رز وغدا خضار وغدا لحمه وكفته مثلا اي حاجه ايوه حلي ممكن احلي زي مثلا حلي ايه بقى محلي مثلا الموجود بقى انا ما بحرمش يعني ممكن اكل عسل بطحينه ممكن اكل حلاوه ممكن اكل بسبوسه اللي موجود في البيت انا ما بقولش لا يعني وفي كمان ساعات كمان بتعشى نفس اليوم كمان ممكن اتعشى بقى شاورمات اتعشى كل ده في يوم كل ده في يوم والله يعني ما بقولش لا خالص يعني والبيتزا والبيتزا ما بقى العشاء دوت يعني اللي بيعدي جنبنا ما يبقاش في الشارع هو اللي بيجي الاول اللي بيجي الاول صراحه انا ما بحبش اطلع حد يعني نجم حسن نجم طبعا يعني نجم الدليفري عندنا حسن هو البرنس بتاع الشركه في الاكل حصل. يعني ممكن انت كنت حسن كنت بتعمل دايت نفس ده بتعمل الخضرات صح انا وزني كان 120 كيلو ونزلت لغايه 95 كيلو وكنت في وقت دوت بجمع كل المرضلات عادي خالص وبحاسب الناس وبحاسب الدليفري وبيطلع الاكل ووزعه على الناس كمان ساعات يعني حسن تلاقيه مثلا ايه بيطلب وعمال يحسب في الحسابات وطلب البتاع دوت وده طالب دي خياريه باكلها يا ابني انت عامل دايت ولا هتاكل معاهم لا انا طالب لهم بس يعني. طالب لهم وباكل التكست بتاعي عادي جدا ولا ببص على الاكل اصلا ما شاء الله عليك ايه بقى دي الميزه هو الواحد عارف امتى يعمل ستوب وامتى يدلع نفسه طب انت يعني انت خسيت من 110 120 ل 95 من 120 ل 95 وقت قد ايه تقريبا 3 شهور واسبوع تقريبا كان وقت كان وزنك بيثبت ساعات صح كنا عملنا كيرف صح عملنا كيرف كده تشوف الوزن بيثبت امتى كان بيثبت معاك ساعات اسبوعين ساعات اسبوعين ساعات بيثبت كان بيثبت 3 بس بقى ساعتها كنا بنزود شويه الرياضه بنزود شويه المشي يعني الاكل حاولش اقلله عشان خاطر بس هو في حاله حسن ثبات الوزن كان ناتج من العك بتاع اليوم المفتوح اصل مفيش حد يعمل كده حسن فعلا مش قاعد يعمل كده حسن لا ما انا بقى يعني 6 ايام ملتزم بقى يوم اخد حقي بزياده يعني المشكله طب انت حسن امتى كنت يعني احنا انا كنت بعد التثبيت كنت بتيجي تفطر معايا الصبح ساعات فول وطعميه وبتاع ده كان ايه وضعك ده لا ما هو كان ده وقت الدلع ساعتها ما هو انا كنت ماشي بقى ساعات باخد 5 ايام فري واخد يومين دايت انت كنت ثبيته صح كنت ثبيت ساعتها خلاص بعد تثبيت الكلام ده كان بعد الكلام ده وانت بعد ما ثبتت بقى كنت ماشي ازاي كنت ماشي 5-2 او 6-1 خمسة فري وجودين مفتوحين ومتعشاش خالص بس انت بتقعد تضرب الصبح حسن لغايه ما بتتعمي ما هو بيجيلك حيل تاني ان انت تضرب تاني غدا غدا ما تعمي ما انت بقى ما انت عامل حسابك انت في ايام هيبقى وجبه اليوم كله وما تجيش نص وجبه كنت تاكلها في فري طب وبما انك خبير بقى حسن في الدايت تحب توجه رساله لكل ست بتقول هتبتدي دايت وما تبتديش انا عندي كده في البيت فعلا انا ما رضيتش اقول لك لا ما غير ما تقول احنا عند كل بيت فيك اكيد حد كده هو لا احب اقول طبعا لا ان الريجيم ده اسلوب حياه وكل كيلو بتخسه وكل بيزود في عمرك سنه يعني انا ده مثالي اللي انا مشيت بيه الريجيم بتاعي ان انا كل كيلو بخسه بزود في عمري سنه طب لنا المثال يعني يعني كم مره تقريبا بداوا دايت وما لا ده كم مره احنا بطلنا عد بعد ال 100 صراحه احنا بطلنا عد يعني من بعد ال 90 تقريبا بطلنا عد بقى خلاص طب هو عنده نماذج برضه في البيت اللي هو ايه هبتدي دايت والله هبتدي دايت هبتدي من بكره وهنزل بكره للدكتور وهبطل وبس بقى وشيل حاجات من قدامي بعد كده يومين بالظبط كان ترجع تقول ايه ده هو مش في كان في هنا في كان في حبه شوكولاته مستخبيين كده وكان في وكان في هنا مثلا حته كده شوكولاته حلوه وكان في مثلا هنا الله ده كان في ريحه حلاوه الله انا ادوق طبعا الرز ده اصلا بالخلطه وكده يعني يعني لا طبعا مش ده الصح الصح ان انا اخد قرار ان انا خلاص بكره هبدا او من النهارده هبدا هو القرار بيتاخد في ساعتها مفيش حاجه اسمها ان انا هبدا هو خلي بالك يا حسن والله الموضوع حلو يعني الموضوع سهل انا بقولك عن تجربه ده وتجربه ده تجربه لا طبعا الاكل كتير بيتعب بيتعب انا بنكش انا بتعب لدرجه ان انا بوصل لمرحله بيا ان انا حاسس ان كده صدري مكتوم نفسي مقطوع متضايق من نفسي وفي الرجيم ما حدش بينكر ممكن ساعات تهبط وساعات تبقى تعبان لازم مثال تاني اليوم مفتوح تاني ايامك مفتوح حديد ده مش يوم مفتوح ده يوم لا وساعات مثلا لو انا مثلا اجيب مثلا فطار من الشارع مثلا ساعات بس بنزل اجيب مثلا عشامي بقى كده وسندوتشات بقى عجه بلدي وفول بالصلصه
واقعد اكل واديها يعني. الصلاه على السلام. والغدا بقى بيبقى مكرونه بشاميل. انا مكرونه بشاميل بحبها قوي صراحه. مكرونه بشاميل بس؟ لا طبعا مش حاجه ما بس. في حاجه اسمها مكرونه بشاميل جنبيها مثلا بوفتيك، جنبيها كفته، جنبيها والتحليه بقى تحليه ثوابت. احنا ممكن بقى مثلا ننوع بقى، بس انا مش هنحط فاكهه صراحه يعني. اي حاجه تضل العلاقه بالشيء مكرونه بلاش. ايه الحلويات بقى اللي انت بتحلي بيها؟ لا بحلي انا لسه جايب هريسه، بحلي هريسه، بحلي عصب طحينه بحبها جدا، عصب الطحينه برغيف او رغيفين بلدي حلوين كده. ده التحليه بعد الاكل. التحليه اللي بعد الاكل. بعد اللي هي الكفته وال بعد البشاميل والكفته. الله يرضى عنك ما شاء الله عليك. انا عشان بقى عشان بقول لك بقى انا لا بفصل لما بطلع الاكل اكل والاكل اكل برضه. لا الاكل وشرب وشرب. والعشاء بقى عندك حين اعتقد؟ لا العشاء بيبقى حلاوه روح صراحه يعني، بيبقى عكي بزياده. لو قاعد باكل ومش قادر هو بيبقى خلاص بقى، بس مش مشكله اتعشى. والله العظيم انا ببقى تاني يوم فعلا تعبان يعني، فعلا ببقى حاسس ان انا يعني تعبان. ده كويس انه ده كويس ان جسمك مستحملك اساسا. لا انا ما انكرش صراحه جسمي تعب معايا كتير، بس انا بصعب راضي يعني. انا بحس ان هو خلاص بقى اشتكى مني. لا بعمل ستوب واقول لا خلاص من بكره هبدا طلع الورق بتاع مصطفى وننظمه ونبدا باسبوع انقاذ سريع. السر بقى خلاص. انقاذ سريع مكان نخش على الاسبوع الرابع ونكمل بقى لحد ما يوصل للوزن المثالي ونقف شويه بقى. ربنا يعينك يا عم حسن. الله يخليك يا ريس. شاكرين يا حسن. وكمان معانا حسن سبانخ. تمام صباح الفل. يلا صباح الفل عليكم، اتمنى لكم حياه سعيده ان شاء الله. ما تسمعوش كلام حسن. حسن يعني. حسن ده كيس لوحدها تانية خالص يعني. يلا سلام عليكم.